الأسمرات نموذج لتطوير الأحياء غير الآمنة، أحياء كانت خطيرة ومكتظة تحول سكانها إلى مجتمع آمن ومتطور من خلال خطط تطوير العشوائيات ومبادرة حياة كريمة. توافرت في الأسمرات المساكن الآدمية لمحدود الدخل، وسبقتها المرافق العامة من صرف صحي وخدمات طبية وأمنية وغيرها، بالإضافة إلى الرياضية والثقافية التي تساعد في اكتشاف المواهب. هذه النقلة عبر عنها السكان هنا. هنا المكان كويس ونظيف وكل حاجة آمنة. هناك طبعا كانت يعني الأماكن خطرة جدا لحد يعني فوق كل شيء يعني. يعني الصراحة آخر راحة كمان. أحسن من عندنا التراب في تراب ووجع قلب وزبالة وزبالة ووجع القلب. بصراحة فندم الإسمارات هنا حلو جدا والعمارات نظيفة والمكان بصراحة نظيف خالص جدا. ومبسوطين قوي احنا قاعدين هنا بصراحة. احنا كنا عايشين في مشية نظر في عشوائيات وعشش وشقق مش حلوة خالص وبيت مش حلوة. بصراحة احنا جينا هنا وارتحنا خالص والمنطقة هنا نظيفة جدا. ينظر إلى الأسمرات كأكبر مشروع لتطوير المناطق العشوائية، وأنجز على 3 مراحل في مساحة اقتربت من 185 فدانا واستوعبت أكثر من 15,000 أسرة حتى الآن. المنطقة هنا جميلة والدنيا حلوة الحمد لله، وناس يعني برضو بدأت تتطور شوية من العشوائيات للأماكن النظيفة برضو والدنيا حلوة الحمد لله. يعني في نظافة حلوة إن هنا الصبح الناس واحد الصبح واحد الظهر، ده بالنسبة للنظافة. الصحة 2 شغالين، واحدة هنا وواحدة برا. ما يشهد ملف تطوير العشوائيات ينقذ آلاف الأسر من مصير ضحايا صخرة الدويقة، فيعيشون الآن في حي يضاهي التجمعات السكنية في المدن الجديدة. كما يشهد حي الأسمرات على ضرورة نجاح خطة تطوير العشوائيات وتحويل الأحياء من فقيرة وخطيرة إلى مجتمعات متطورة وآمنة، يشهد كورنيش المقطم على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يثمر متنفسا جاذبا ومتميزا للسكان وللسياح. يبعد كورنيش المقطم قليلا عن حي الأسمرات، وهو مشروع يشيد على مساحة شاسعة في موقع متميز يوفر إطلالة على أهرامات الجيزة ومتحف الحضارات وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية. يشمل المشروع تطوير طرق وإنشاء أرصفة ومتنزهات فضلا عن تجديد البنايات القائمة. الأسمرات وكورنيش المقطم نموذجان للعديد من الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، إنجازات تشهد على العمل الجاد والتفاني وعلى الحراك نحو حياة أفضل. محمد جمال، التلفزيون المصري.